احنا مازال كنقولوا احنا كبار الدنيا يعني، ولكن هادو دراري شنو هو الدلم ديالو؟ انا حاجه وحده اللي كنطلب، عطوني غير حقي باش مشيت انا نرتاح، مشي ربي ولادي بلا ما نوصلوا شي حاجه ديال لا سميتو ندخلوا المحاكم. انا ما بغيتش نوصل لهذاك الطريق، ولكن هما يديروا لي حل يحسوا بيا. هادشي اللي كنطلب منه. دابا هما نايضين، دابا هما دايرين واحد السون، واحد الخوا دري في الصبريه كيقول لي لا داك الكراج ديالي. قلت ليه راه الدار اي حاجه عندنا فيها سميتو، يعني كي كيستافدوا منه راه انا خاصني نستافد منه. صافي هادشي اللي كان سميتو، انا ما بغيتش ندير، انا كل واحد فهمتي، يعني حتى انا راه عندي وليدات، يعني انا اللي غنكون يعني اللي خاصني زعما كي نتحرك انا، يعني هما غيقولوا زعما راه عندك جوج وليدات. انا كنمشي كنقلب ما كاين لا خدمه لا والو، انا كنت كنبريكول هادشي ديال البارابولات، كندير هادشي ديال الكاميرات، الوقت ناعسه كنهز هاد شبق شيشه انا قبيله هزيت ومشيت غادي كنفرجت غير باش نجيب ليهم من الدخل، ما عندي حتى شي حاجه، يعني عايش بحال لا سميتو. هادشي اللي كنطلب منهم، يعني انا يشوفوا غير فهاد الدراري، يشوفوا غير فهاد الدراري، انا ما يشوفوش، يشوفوا لي غير فهاد الدراري. هادشي اللي كنطلب منهم. بابا ما يبغاو سميتو ديك الساعه يعيطوا ليا ونديروا شي حل، يديروا معايا حل باش انا يرتاح. هادشي اللي كنطلب منهم، ردوا عليا، يعني نشوفوا الدار شحال غاتجي، غير ردوا عليا، وديك الساعه الدار ما تبع ما والو، هما جوج يردوا عليا. هادشي اللي كنطلب منهم. صافي ردوا عليا، مشيت انا نمشي نربي ولادي، باش بلا ما نبقاوش هذا، بقاو الهضره من هنا والاخر من هادي، راه دارت هادي فعلات. اللهم نحيدوا حنا هذاك، نحيدوا داك المشكل باش ما يبقاش. صافي يعني باش انايا نبقى مرتاح مع راسي. انا هادشي اللي كنطلب منهم. صافي انا ما بقيت باغي حتى شي حاجه، هادشي اللي كنطلب منهم. يعني انا باغي نمشي نربي ولادي، باغي نمشي نبعد نربي بلادي فشي بلاصه بعيده صراحه. حتى انا هادشي ما يعني ما محسوبش، ما كتحسبش راسك انك منهب، يعني منهب الدار ديالكم. زمان كنحسب راسي بحال شي واحد براني، يعني كنحسب راسي براني، يعني ما كاينش اللي كيقول لك لا طابت ولا تحركات ولا اللي يسول عليك، حنا بحال لا مدفونين هنا وصافي. بحال هذا الكراج هذا اللي كيستافدوا منه، ما عندي نصيب فيه، ما كناخذ والو. ودابا هما نايضين، دابا هما دايرين واحد السون، واحد الخوا دري في الصبانيه كيقول لي لا داك الكراج ديالي. قلت ليه راه الدار اي حاجه عندنا فيها. انا سميتني الزعاج عمر، انا كنسكن في السعاده. خويا انايا عايش مع ولادي هنايا في هاد سميتو في الدار هنايا، يعني يقول بيت، يعني بيت وكولوار فهمتي، يعني هاد الدار هادي كلها ماشي ديال السكنه. انا ماشي مشكل، انا لا واخا نكون بوحدي هنا نصبر، ولكن عندي وليدات صغار، يعني وليدات يقدو يتصابوا ليا بالحساسيه، يتصابوا ليا بزاف ديال الحوايج فهمتي. انا ماشي مشكل، ولكن علاش هذاك حيت هذاك النهار لقيتهم كنا دايرين واحد المنطقه هنا كتنشر، وخوا ولينا الماء، يعني ماشي كيجي يدقوا ويقولوا لك بان راه حيدوا المنطقه غنخويو الماء. جوج مرات هما كيخويو علينا الماء، يعني وقلنا ماشي مشكل. انا كنت كنتحرك شويه، كندير غير كروسه قدام الباب. انا قلت لهم عطيوني غير داك الشريجم، يعني داك الشريجم بغي ندير منه، نولي ندير كاسكروطه نسير به منه. قال لك اسيدي، قال لك الوراثه. قلت ليه الوراثه والكراج ماشي اللي ديال الوراثه اللي قاعد كياكلوا فيه بوحدهم وداك الشيء. يعني انا راه عندي حقي في الدار، يعني حتى انا يعني هما يعني نستغل الكراج ونستغل داك لاطيراس، يعني انايا يعني كنقول لي غير هذاك لاطيراس ماشي مشكل، ولكن انايا يعني تبقاو فيا. انا قلت لك مره رمضان راه قالت لكم بانني ما محرك ما والو، يعني غير كاس كنمشي نهز شي طبق شي نمشي باش نمشي نبيع، ولكن ما كيجيبش الله، راه ما عديش ريال في جيبي. حتى انايا يعني كيعايشين هما عندهم سميتو، حتى انا خاصني بحالو. يعني كتشوف عندك بيت وكينعسوا معاك ولادك، يعني تنعس فيه وتجلس فيه راه حشومه. يعني حتى انايا سميتو انا ما بغاش، انا حتى انا ناخذ غير الحق ديالي ونمشي نعيش انايا، نمشي نقلب ربي ولادي في شي سميتو. هادشي اللي كنطلب منهم انا. صافي ما حيت علاش شفت هذاك الشيء، يعني شحال من عام وانا ساكن هنايا راه بحال لا مدفون، ما كاينش اللي كيسول عليك ولا يقول لك لا هادي ولا، يعني علاش ولادي ما يطلعوش؟ كتقول لك وحده كتقول لك بانه ولدك ما مربيش مرتك وما يطلعوش، وعلاش هما يطلعوا؟ علاش هما عندهم الحق وحنا ما عندناش الحق؟
انا راه عندي حق بحالي بحال اي واحد في الدار. انا هادشي اللي كنطلب منهم، يعني بغيتهم فهمتي، يعني انا يحسوا بيا، انا عندي وليدات خصهم يحسوا بيا، ماشي انا كيحسبوك بحال شي واحد مدفون، يعني بحال اللي ما كاينش. راه دوزت رمضان، راه دوزتو هنايا العام اللي فات هيك في كورونا، يعني في داركم كتقول دار وحده، وما كاينش اللي يجي زعما يقول لك شي نهار طلع حتى وليداتك، يعني هذاك لومبيونس، يعني هذاك هو اللي كي يعني ما كتشوف، يعني حتى واحد ما كيسولفك، يعني تمراض ولا شي واحد يقول لك لا خصك شي، ما كاينش. يعني كل واحد كيفكر غير في راسو. انا دابا هذا الشيء اللي كنطلب، انا ماشي مشكل، انا غير الدراري خاصهم، انا ما نخليهمش يترباو هنايا. علاش؟ حيت ما يجيو يكبروا هنايا حتى غيكون تربات فيهم شي حساسيه ولا شي مرض الله يسر. انا ما بغيتش باش ولادي يترباو هنايا، ما على الاقل يديروا معايا شي حل، حيت انايا راه حيت عييت صراحه. صافي يديروا معايا حل باش انايا نرتاح مع راسي والريوس حتى هي ترتاح، باش تولوا ما يبقاو ما نوصلوش شي حوايج اللي ما عارفين غادي سميتو. ما الدراري هما اللي عندي انايا فهمتي، هما خوتي، هما ما حنت علاش شفت وعرفت بنادم كيفاش، يعني كتشوف الظلم وكتشوف سميتو وبنادم ما حاسبكش، ما كيحسوش بك، يعني بحال ما كيحس بك حتى شي واحد. صراحه يعني بيت انا كنوض مع الصباح كنحل الشرجم. انا بغيتك تدخل وتجي تشوف مع الصباح ملي كنحل الشرجم واحد الريحه كتشم هنايا، يعني هذيك الريحه ديال الغمال، يعني ولادك كينعسوا هنايا وفهمتي وياكلوا هنا وجلسوا هنايا، راه عيب. يعني انا كنشوف وما لقيتش غندير. انا اللي كانوا كيسمعوا حاجه واحده طولة غير حقي بشي ربي ولادي بعاد من هادشي. صافي هادشي اللي بغيت. علاش؟ حيت مرضت في حياتي ومرضت فهمتي، ما نقولش لك مرضت، بغيت هما يشوفوا فيا ويديروا معايا حتى انا نمشي نقلب على راسي، لان انا ما يمكنش نبقى مربي ولادي. يعني يعني انتم دخلتوا هنايا شو غير، يعني حنا اللي كنبقاو نعسوا هنا ديما ونبقاو ناكلوا هنايا ونوض، يعني هادشي راه لا حول ولا قوه الا بالله. الحيض شو كيفاش داير الحيض؟ او درنا هادش اللي نزل هذيك، هادشي اللي شكون ما كانش غتشم واحد الريحه، هذيك الريحه راه ما نقولش لك. انا حنا مازال كنقولوا حنا كبار الدنيا يعني، ولكن هادو الدراري شنو هو الدم ديالهم؟ انا حاجه وحده اللي كنطلب، يعطوني غير حقي باش مشيت انا نرتاح، مشي ربي ولادي بلا ما نوصلوا شي حاجه ديال سميتو ندخلوا المحاكم. انا ما بغيتش نوصل لهذاك الطريق، ولكن هما يديروا لي حل يحسوا بيا. هادشي اللي كنطلب منهم.